بالنسبة للمنح المخصصة للمقاطعات كما تعلمون أن 10% من الميزانية ديال الجامعة، ولكن المنح هذه كتعطى على حسب المداخل اللي كتدخلها الجامعة، كان 60% كنظن أكثر من 60% للسنة الماضية على حسب ما حققته الجامعة. إذا حققت الجامعة 90% من المداخل فكي ياخذوا 90% من الميزانية، غير هي ما كتعطاش دفعة واحدة، كتعطى دفعات على حسب المداخل اللي كتحتاجها المقاطعات او على حسب المداخل اللي دخلتها الجامعه اللي حققتها الجامعه. بالنسبه للنواب راه كاين مجموعه من التصويتات اللي معطيه لكل نائب، كل واحد كيشتغل على حسب التصويت اللي معطيه. ملي كتقول لي الغياب يعني ما كاينش اشتغال، اذا ما كانش اشتغال راه غادي في الجامعه. مادام التدبير اليومي غادي اذا راه كاين واحد الاشتغال، مادام كاين اشتغال اذا ديك النواب راه كيقوم بالدور ديالو. بالنسبه كتقول لي ما فهمتش انا هذا الغياب، لانني كنقولوا غياب النواب ما كيقوموش بالدور ديالو، ولكن التعطيل في السير ديال العمل اليومي للجماعه، ما كنلاحظوش التعطيل في السير العمل اليومي للجماعه. كما قلت كاين النائب اللي عنده تصويت ديال مثلا احتلال ملكي عام يوميا، هذا عمل يومي. كاين فيما يخص ديال الاشغال يوميا كاين طلبات الرخص ولا هذا يتم انجازها، ما كاينش كنشوف ان كاين شي غياب. الشركة عند التفاوض مع مؤسسة التعاون بين جماعات البغات، ولكن ما فيها باس حنا غنهضروا لان بصفتي كندير رئيس المؤسسة غنجاوبكم على السؤال. هاد الزيادة كانت مقررة 2020 على حسب اختيار الشروط اللي عند الشركة والمؤسسة او مجموعة الجماعات اللي كانت 2020 نظرا للظروف اللي كانت ديال كوفيد وكانت واحد الحالة شوية ماشية هذيك، اضطروا في الاجتماع ديال مكتب لجنه التتبع ياخروا هذه الزياده. تاخير هذه الزياده لا يعني ان الشركه ما غاتحملش، حنا غنتحملوا المسؤوليه. في الاخر كيتحاسبوا معنا 2020 كتزاد 0.50 سنتيم، شحال التذاكر 2020 دابا راه كيحسوا غنخلصوا انه ما غيبغوش الشركه، لان كاين واحد العقد ما بين الشركه والمجلس، يعني ما كاينش ندير خارج ديال 2020 كنستغرب علاش كنشوفوا الزياده. اخر اجتماع اللي كان دار لجنه التتبع كان ضمن في السنه الماضيه، كنا قررنا بان الزياده نزيدوا لها هذه الزياده ما نديروها دابا نخليوها الى نصف السنه تقريبا ديال 2023. وتم الزياده كانت مقرره بشحال هذه ماشي دابا، مع العلم ان باش تعرف بان التذكره ديال التنقل في هذا النقل الحضاري بالنسبه لطنجه راه اقل تذكره كاينه في المغرب. إذا مشيتي لمراكش 5 دراهم، مشيتي لمراكش في الشتاء كازا أكثر، ما تنساش بأن حنا هذه السنة الأخيرة ديال هذا التقدير بالنسبة لهذه الشركة 2020، دابا حنا بصدد كنشتغل واحد مكتب الدراسة اللي كيوجد واحد الدفتر من التحملات باش غنطرحو الشركة الجديدة اللي غتدخل على هذا المكان هذا، وباش ودرسنا مع مكتب الدراسة باش هاد الاخطاء اللي كنوقعنا فيها دابا هاد الاسطول اللي غير كافي يتسم دراسه شحال كنخصنا بالضبط ديال الحافلات اللي كيكفيو الطلبه اللي عندنا في الطرجه وفي النواحي ديالها. الاسطول هاد الاول اللي داب ما كانش الحافل كيتجاوز واحد 160 حافله، دابا عندنا 200 هاد كافي، يعني هاد النمو 2014 2015 دابا راه كان واحد النمو كبير بالنسبه لطنجه، واحد الطلبات كثيره. لهذا السبب مؤخرا ما كافيش باش يدير الطلبات ديال جميع المواطنين. بالنسبه لهذا الدفتر التحملات فيما يخص الشواطئ، كما ذكرنا في الدوره كانت المجلس السابق كان تم اتفاق مع وزاره التجهيز بمنح الجامعه باستغلال الملك البحري. هذا الكونترا هذه اللي جدات ولا هذا العقد مقابل تقرية الجامعة واحد المبلغ ديال مليون و 100,000 درهم سنويا للوزارة. حنا ابتداء من هاد السنة بدينا نخلصو هاد المبلغ هذا، يعني كاسنا حنا نخلصو وزارة الجيش كاسنا حتى حنا نقريب ديك المحلات. بحال اللي قلت لكم تقريبا كاين مساحة ديال 14 هكتار، المساحة اللي غاتستغل بالنسبة لهاد الدفتر التحملات لا تتجاوز 20%، يعني الباقي راه غيبقى كما هو. حنا علاش حددنا منها الدفتر التحملات ديالنا بزاف، لان كتعرف بان مدينه طنجه بحال اللي كنا في الدوره هي مدينه اللي هي واحد المدينه سياحيه وصلت لواحد المرتبه
هي مشرفة بالنسبة للمغرب كان ميمكنش نسمحو شغل يكون الواجهة ديال المدينة في الشاطئ ديال المدينة في طنجة، ولهذا نحاول أن نبدا بتفسير التحولات جاوبنا على جميع التساؤلات اللي يمكن لها تطرح باش يمكننا ندخل نديرو مدينة طنجة واحد الكلة جميلة جدا من ناحية الشواطئ ديالها. أما فيما يخص 80% اللي كتبقى ولا 70% راه هي غتنظم بالطريقة اللي كتنظم بها قبل، ولكن واحد الطريقة منتهية جد مقنعة. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.